اهم موضوعين، بريرة وامير اللي مصمم على الاستقرار، لانه عنده دم ميراثه محامي وزاره شرطه، الموضوع مش ولاده اصلا. فاحنا عملنا حاجه جديده، مش جديده، جديده على الانديه الثانيه، يعني ديمقراطيه. وزعنا ورق على اعضاء المجلس بالكامل، وده اتصور من خلال قناه الزمالك، ومش هيطلع الا بعد ماتش فيوتشر. احنا عندنا محله، وبعدين عندنا فيوتشر، وبعدين فاركو. لأن المجلس خد قرار، بس المشكلة النهاردة إن الفريق القائمة اتعملت مظبوط كده، حط قائمة مسافرين بكرة المعسكر عشان المحل. مجلس الإدارة بيعرف ياخد قرارات. القرار الأولاني هيعلن بإذن الله بعد ماتش، آخر ماتش اللي هو فاركو بإذن الله. القرار الثاني بتاع امير، طبعا القرار الاولاني تقريبا 9-1 على ما اتذكر، يعني تصويت سري في ورقه مقفوله، كل واحد يكتب انا طلعت بره في موضوع المدير الفني وموضوع امير. انا واحمد طلعنا بره. نعم، وامير طبعا مش كل واحد يكتب براحته ويحطه في بتاع كده رايه مع رفض استقالة أمير. بس عايز اقول الكلام ده بقى، ارحمونا شويه، مش كده، احنا مش شغالين عند حد تاني، احنا مش شغالين عند حد، احنا شغالين عند الجمعيه العموميه اللي جابتنا وعند الجماهير المحترمه. اما العيال اللي بتقبض، احنا مش شغالين عندكم يا ابني، اسهل حاجه نمشي. فيريرا أول ما جه خد دوري وكأس، و 2014 15 دوري وكأس، مع احترامي لهذا الرجل، مش هو مصمم على اللي في دماغه، مشي وقعد قرارنا هنعلله بعد الماتش. عندنا 3 أشهر، يبقى احنا خلصنا الجزء الأول، لكن احنا كنا 10 نفس سيمان وده ما حضرش، فاعتقد 9-1 9 بقى قالوا ايه والواحد قال ايه؟ ده بعد الماتش ان شاء الله، عشان الفريق بيسافر بكره.